معكم بخال فتوفيق من الجزائر. من حق غيري أن يفكر في غيره على أنه عنصر فعال في المجتمع يستطيع أن يحدث التغيير، وذلك لإمكانية تغيير النفس وبالتالي تغيير الآخر انطلاقا من تفكيره بغيره. فعوضا عن التفكير بنفسه، تفكيره بي يجعله يرى حياتي بمنظور آخر ويجعله يقدر ويحترم ما أفعله. من حق غيري أن يعبر عن نفسه وأن يصرح بتوجهاته وطموحاته الشخصية الاجتماعية وحتى الاقتصادية بحرية بالطرق التي يراها ملائمة وتخدم المجتمع في إطار احترام الحريات الشخصية للفرد الآخر. فحرية التعبير هي رابط يجعل الإنسان يذيع أفكاره وتوجهاته. فأنا أفكر، إذن أنا موجود.